بعد معاناة طويلة مع الجفاف ها هي محافظة ذي قار تنعى هور أبو زرق في قضاء الإصلاح شرقي المحافظة حيث لم يعد الهور صالحا لعيش الكائنات البيئية بسبب تعرضها للهلاك الكامل وسط تأكيد السكان بوجود هجرة جماعية من الهور نعيش على الجاموس وعلى باب الهور هسه ما يراح جفاف طقاني ناس شالت عمامنا كلها شالت اخواننا شالة، كربلة بصرة العمارة كلها يعني تبعت معيشتها احنا سكان قضاء الاصلاح منطقة هور وزرق منطقة الهوار احنا مربين الحلال ومربين المواشي نعاني من قلة المياه وقلة السنة امطار ماكو وصار عندنا جفاف كلش استاد قوي مراقبون ومختصون بيئيون أكدوا أن وزارة الموارد المائية الحالية تتحمل مسؤولية جفاف هذا الهور بسبب سوء الإدارة لملف المياه لا زالت الإدارة في وزارة الموارد المائية للمياه هي إدارة فيضان وليس إدارة الشحة لحد الآن هناك هدر كبير جدا هناك تجاوزات بسبب ضعف الدولة أدى إلى التأثير المناطق الهشة أو الرخوة وخاصة في جنوب دجلة والفرات ومن بين هذه المناطق هي مناطق الأهوار أما مسؤول قضاء الإصلاح قالوا إن سبب جفاف الهور يعود لتجاوز محافظة الكوت على حصة محافظة ذي المائية هناك تجاوزات كبيرة من محافظة الكوت في سدة الكوت على حصة محافظة ذي مراقبون حملوا الحكومه الحاليه مسؤوليه جفاف الاهوار لعدم اتخاذها اي اجراء مناسب تجاه تجاوزات ايران علي حصه العراق من المياه وما جفاف هور ابو زرق الا شاهد علي الاهمال الحكومي الذي طال كل شيء في البلاد بعد عام 2003